بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هلا هون نظام الالوان بيختلف عن اغلبيه البرامج التصميم. بالعاده برامج التصميم اي شكل بتلونه انت خلاص الشكل اخذ لون، فلو بدك تعدل لون لهذا الشكل بدك تروح انت تاخذ تسحب لون من البرنامج وتحطه بقلب هالشكل. اما هون بالبرامج توم بوم متى ما انت لونت، مثلا رح نرسم مربع وعملت هون انا لونته بالاسود الموجود هون، او مثلا هي الزائد، هي طبعا هي قائمه الكلر ليكا، يعني هي رح نشتغل فيها كل شغلنا اليوم. زائد هي بتعطيك شو اد كلر، اعطيني لون جديد، بس بكبس زائد ليك اخذ من اللون اللي قبله، بكبس عليه كبستين بعدل مثلا احمر طفيته. الالت كي او هي ليك هي هي البينت اسمها حرف بينت، تكبس لون. هلا اذا بدي اعدل هذا اللون بالعاده بالبرامج الثانيه بتختار هذا اللون انفصل عن هذا هيك بالعاده، فانت بتعدل على هون اللون بعدين تعبي هون. فممكن انت عن طريق لون واحد بس تعبي لوحه كامله متالفه من مليون لون، عم تعدل هون تلوين تعدل وتلوين. اما هون لا، كل لون بياخذ شكل. هذا انت لونته هون تيجي تعدل على هذا بتعدل الشكل حتما. فلذلك هون في اذا كان عندي انا اشكال كثيره مثلا راسم انا شيء كثير معبأ الوان وكذا، جيت هون لونته الت كي اختصارا، فعندي اشكال كثير ملونه الوان مختلفه انا بدي اعرف لونه هون. طبعا انا المفروض اكون منظم شغلي، فشو بعمل؟ بكبس هون كبستين على الكلمه، بكتب هون طبعا بكتب بالعربي للاسف، فيا بتكتبوا دائره يعني دائره هيك بالانجليزي بتكتب دا ايرا مثلا هيك، يعني ما بكتب العربي، فانت تسمي اسماء عربيه بس بالانجليزي، او اكتب مثلا سيركل يعني ما بس صح كمان تنكتب هيك سيركل كان خطا. مهم هي كمان كبستين على الكلمه، هي شو هي مثلا ريكتانجل مثلا ريك انتر. هلا انت بتعرف من هون شو كل واحد وين اسمه، بس احيانا انا بكون عندي الوان ليش هون اللون الخارجي. طيب ماشي، اذا لاحظت هون عندي هدول الثلاثه عباره عن البرش ستروك، هي البرش وهي البينت وهي شو البنسل لاين اللي هو نفسه سنتر فيكتور، يعني اي شيء بترسمه عن طريق هدول نفس الشيء مثل هون. فهدول كلهم فعليا مقفولين. هلا هون هو مو قافلون لينك، شايف بالعاده بيكونوا هيك مقفولين. فمثل ما انت عدلت هون على اللون، هو في عطل. هلا بقول لكم في عطل هون هي النسخه ما بعرف ليش، مثل ما عدلت هون على اللون كله بيتعدلوا ثلاثه سوا. فانا اول شوي تعدلت وعملت هون رح ارجع وعملت هون لون هون زهري، فانا شو عملت لك هون كل شيء الوان صارت زهري، كانت كل شيء لون زهري حتى شو البنسل سنتر فيكتور لاين. فلما اخذت انا دائره ورسمت رح اخذ اللون اللي كنت محدده هون. انا دائما تحدد انت اللون بترسم بياخذ لون المحدد اخر شيء، لو حددت هيك انا ورسمت رسم احمر فرسم هو شو زهري. طب انا اخذت اللون الاحمر وعبيته احمر تعبى احمر، طب ليش هون بالعكس؟ لان هون بالاصل انا كنت عم برسم تمام، انا هون كان اسود الاساسي عدلت سويته احمر، فهذا كان خط اسود ثم عدلته صار احمر، يعني رجعته هيك هو هيك كان هذا. انا عدلت عملت هون احمر على نفسه القديم مثل ما قلت لكم حلاوته هذا، وين بتعدل هون بتعدل هون كمان. فالمفروض مثل ما قال الاستاذ من العاده الخط الاساسي بنخليه نحن اسود. فمثلا اللي كان في عندي هون اسود انا عفوا مثل هذا سالي شلون؟ طبعا لكن بدك ترجع هذا مثل ما كان برجع لونه هذا اسود، او برجع بلونه عفوا راح ارجع زوين. حتى كبس الزيت قوم بيروح معكم فريمات تنحذف، فاعملوا كنترول زد رجع ارجع ورد كبسوا زيت مره ثانيه، في هي الكبسه الزيت بس تنكبس لحالها بتعمل مشاكل كمان. فمثلا اخذت هذا اللون لونته ارجع شفت ايم شو بدي اعمل انا كنت هون بدي لكم عليها. ايه في اداه كمان رح نتعلم عليها هي بسيطه كثير اللي هي اسمها دروبر، نقاطه هي تبع العين قطره. شو بتساوي هي؟ متى ما انت كبست عليها تقريبا بتنقلك على اللون اللي انت اللي هي مرتبط معها هذا الشكل. كبست انا على هون، اذا كان عندي هون شيء 100 شخص مثلا 100 عنصر، شجره ورقه شجره العرق تبع كذا كذا 100 عنصر، بدي اقعد ادور لونه هون انا مسمي كثير اسماء وبالانجليزي ضعت، بكبس عليها بهالاداه يدلني لحاله هو على اللون تبعه، بس على الاسود تبعه راح على اللون تبعه هون. هي مشان السرعه، هي هيك كلها دروبر هي شغلتها، ما في مالها اوبشنز بلوب هون. رح نرجع على البينت. اذا خلينا قبل ما نفوت بهون الشغلات اللي هون عرفنا اذا هون باخذ ثلاثه الوان حلاوته هون كمان. شوفوا مثلا انا كبست
لو فرضنا هي كمان لحذف اللون، كبست انا كبست على هي كبستين، فيني انا مشان ما اقعد والله كل مثلا غيرت على هي اللون، رد طفيت، رد زائد، رد عملت، رد غيرت، فيني عن طريق انا هون فاتح على هي الاداه بكبس زائد دغري بضل عدل. هاي بالبرامج الثانيه ما في هيك شيء، بس بالتومبو موجوده. رد بكبس زائد مثلا انا عم لون شخصيه، بعرف انه مثلا هذا لا بدي انا لون تبع السكين مثلا جلد، فبعمل هيك وبعمل لها النيم كمان دغري، بعدها بقعد نسميهم هون دغري هون مثلا هذا السكين. ايه ايه بس اللون ما بينمحى، شلون بدك تمحي لون؟ ناقص من من هون؟ تعال نجرب، رح طفي، نحن الزهري عندنا مظبوط؟ شو قال لك؟ The color or colors you are trying to delete are used by some of the drawings you are editing. شو عم يقول لك؟ Perform the deletion anyway. قال له ايه خلص على اي حال روحه، شوف على بالك يا باللون اللي فوق منه. فنبهك هو انتبه انت عم تعزف شيء مرتبط، فما عم لك الا مساوئ ولا محاسن. بس هي حلاوته شو هلا مثلا لو فرضنا انا عامل شيء اربع شخصيات، كل شخصيه فيها شيء 20 لون مع الظلال تبعاتها، ومشهد ورا فيه مثلا شجر كثير وبنايات وكذا 100 لون، شو بدي اعمل كلهم هدول 120 و20 و20 هون كلهم موجودين هون بالقائمه؟ يا لطيف ضيع. فشو حلاوته هون؟ في شيء بيستخدم نظام اسمه الباليت. باليت هي اللي بيستخدمها الرسام، بيكون ماسكه بايده فيها الوان هيك بياخذ وبيرسم، هي الباليت. هون اذا بدك بس على هي شوف شو بيقول لك، بيقول لك شو باليت ليست فيو، في قائمه مخبايه، بيقول لك ورجيني اياها تبع الباليت، بدك بس بورجيك اياها ليك. كمان سهله زائد بتعطيك باليت جديد يعني قائمه الوان جديده وناقص تروحه. وهون اذا بدك انت لينك باليت ما رح نحكي عنها هلا بعدين ما بتهمنا كثير. شو بتساوي؟ بعطي كل شخصيه باليت لحالها عشان ما اعزب حالي، مثلا بعمل زائد رح سميها هي مثلا انا مسمي واحد احمد مثلا، سميه احمد، هي البلد خاصه باحمد، فكل شيء الوان رح ارجع فيها، كل شيء الوانه لاحمد عينه انفه تمه كذا كذا بحطه هون، بفتح هيك زائد او بكبس هون كبستين مثلا، عدلت مثلا هي لون جلد تبعه لاحمد، كبست مثلا سكين او كبست كتب جلد بالانجليزي مثلا ضمن نفس اللاير. ايه هذا الحكي كله باللاير هون، او انت فيك تفصل اللايرات عن البلد كل واحدة لحالها، يعني ما فيك تربط كل ليارة ببلت. ايه شاي تمام. فهي فقدتها هون، مو مرتبطة بلاير البلت، كل بلت لحالها. انت تسمي البلت هلا مثلا، ها هلا عم سمي الكلر. ايه وحتى فيك انت كل 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 شخصي او كل ليارة فيك تعمل اكثر من بلت، عرفت شلون؟ يعني انت افصلهم عن بعض، لا تربطهم ببعض، تربطهم باسماء انت بتسميها. هن مفصولين، هن مو مرتبطين، انت بس اربطهم بالاسماء تبعاتك خاصة فيك. يعني انا مثلا عندي هون شخصية اسمها احمد، احمد عبارة عن 20 ليارة. الايد ليارة، الكوع ليارة، الاصابع، عرفت شلون؟ كلها، ما فانا بعمل له كله هون بلت وحدة. طبعا انا كمان احمد ما بخلي لياراتهم بعشرة كمان، بشوف طريقة بجمعهم، هي الجروب. فبيجي وقته، مثلا هلا انا عملت الجلد، سميها هيك انت الجلد مثلا، هيك عادي. قول له اوكي، او بكبس زائد مثلا بدي لون ايه تبع احمد. انا هلا لو فرضنا هون راسم ثلاث اربع شخصيات، فكل كل كل واحد راح اعطيه الوان وبغير لون باسمه دغري على السريع. رد زائد غيرت الاسم مثلا، عم لون ايديه مثلا رجليه، مجهزهم كلياتهم، مجهزهم بعدين بجيبه لاحمد بقعد بلون فيه. هلا بنشوف كيف على الشخصيه تبعنا هالحكي. هذا شو هذا كله؟ انا بشاتني بالبلد تبع احمد. رح اروح هلا انا ورجيني هي، رح ارجع على الديفولت. ديفولت انا شو هي ديفولت؟ مو مسميها، هي اسمها ديفولت بالاصل صفر، هي الالوان اللي عملناها اول شيء ليكا. فيني اعدي على اسمها بكبسها كبستين او بكبس باليمين عفوا رينيم، رح سميها هي مثلا، هذا مثلا كان سعيد مثلا، هيك سعيد مثلا، هي الوان سعيد وهي الوان احمد. اذا بدي اغير هيك بترتيبهم عن طريق هي السهم، رفع احمد لفوق سعيد هيك نزل، ما بعرف شو فقدتها هي، بشوف لقدام اذا لها فائده ولا لا، بس احد علمي بس هيك ترتيب ما له طعمه يعني. تمام ايوه. اذا انت اخي لا حب انت عملت لون واحد بلت، عملت لون واحد، شو بدك تعمل الحاله؟ بدك بس بدك تغير انت بس لون البوط، او انت مثلا ملون البنطلون والكنزه بلون ازرق ورسه نفس الدرجه باللون نفسه، بدك تتحدد تغير بنطلون تغير معه الكنزه، لا
بعمل بقيم اللون الازرق هلا بعمل في شيء اسمه امبيت، عفوا ثواني شويه، اي امبينت يعني عدم تلوين، تروح اللون من البلطره وتعطي لون جديد وخلص القصه. يعني مو انت كمان كثير انه هيك تلبك، حر انت، انت بدك فيك تعدل، انت بدك ما تعدل الى اخره. فعرفنا شو هو البلد، حلاوته انه اي شيء انت شكل بدك تفصله عن عشان ما تعجل الالوان، بتنظم شغلك، بتنظم شغلك بالباليت، بتشغل بتنظم شغلك هون، بتعطي كل شيء اسمه وحقه. هي شو باليت ليست فيو، قائمه الباليت اظهر لي اياها، بخفيها، فين ضل مخليها عادي عم شغل هون هون، بس انا مشان بكبس هي مثلا مشان اخذ راحتي بالشغل. ايه اللي بدك اياه. حتى ليك اذا تشوفوا الورك سبيس البرنامج الفيديو بتعرف انه فيك توسع، ففيك تشتغل انت براحتك، لا ترجع تكبر هدول، ترجع لهيك، يعني انت حر، كله هذا موجود بالدرس. طيب عرفنا هلا هي، عرفنا هدول مرتبطين ببعض، كيف فكهم عن الطريق هي، يعني شو بستفاد اذا فكيتهم؟ مثلا رح اعمل انا لون جديد، رح اجي ايميل القفل، رح اخذ هذا انا محدد هون مثلا، رح اكبس رح انا محدد البينت هلا مظبوط، رح اكبس لون جديد هون، اكبس زائد، رح اكبس كبستين وعدل على ازرق، تعدل شو؟ تعدل بس البينت. رح اجي على البنسل، لك هذا تغيروا اثنين. هلا هي مشكلته تعامله شوي صعب هون، انا مثلا انا غيرت هدول، انا بدي غير هذا وهذا لحاله، رد بعمل زائد مره ثانيه، انا محدد شو؟ البنسل، بعمل زائد بسكبستين، غيرت فصار 3.65 بين عنكم ليك. يلا خلص الدرس، هو بسيط وحلو يعني ما فيها صعوبه، في شيء هيك يعني مليته كثير؟ طيب خلص هو هين. هلا شو صار عندي 3 الوان هون، فهلا اذا اخذت انا شكل هاي البراش هاي للفرشاية يعني ترسم الالت بي، شو هلا حرسم الالت بي، حاجة لهون، شايف مشكلته بيعدل على كيفه، انا بصراحه كثير فات بالحيط نظامه هذا مثلا. ها راح ارسم نفس اللون، انا محدد اللون، حدد انا نيو 10 لون هيك، راح اخذ انا البنسل الت يو، راح ارجع احدده لهذا، ليك رجعي لونه مثل ما كان. في كثير تخبيص بهذا، انا بصراحه ما بستخدمه، ما بعرف مو ظابط معهم برمجيا، مدري انه هذا تريلر مو نسخه اصليه، فبيعمل مشاكل هون، مع انه بالتعليم تبعه ما بيعمل مشاكل، بحدد هاللون خلص بغير هي انا، ليك هو هذا لما تكبس انت عم يرجع هو على اللون، مع انه لازم انا هون غير هذا اللون على كيفي، فهي كمان مشكله ما بعرف شو قصتها. هلا اذا عملنا لون جديد وغيرت هذا، تغير هذا، كبست هون، شايف رجع لفوق، شايف؟ الى اخره. المهم هي ما كثير رح نستخدمها نحن فعليا، يعني ليش اعذب حالي انا الون خط وكذا، انا اصلا ما حستخدمه ولا بنشوف ما له استخدام، ممكن غير الوانه بس هي حتى اعمل خط لون لحاله كذا، اما انا بالاصل لما الون رح اعطي الخط لونه لحال، يعني هون بسمي انا لاينز الخطوط كلها لونها كذا هيك، مثلا لما اعمل الشعر مثلا رح اعمله لونين، نكتب واحد للشادو واحد مثلا الشعر العادي، شادو ظل. طيب هلا عرفنا الباليت وعرفنا هون الالوان كيف ضيف كيف ضيف، في عندي هون ضيف لون بس تكتشر، نحن ما اخذنا التكتشر بالبراش كمان، رح ناخذه هون بعدين ما كثير بيهمني، يعني هون بدك تضيف صوره تقريبا مو لون، صوره مكرره، رح اعمل درس لحالها التكتشر بكل هي الا ادوات خاصه هون مثلا، عفوا هون الايديت جريدينت اند تكستشر الا درس لحالها. هلا باللون نفسه رح اعطيكم شغله بسيطه كثير فيه، لما انا رسمت هيك مثلا هذا اللون، هذا النظام اللوني يعني ممكن انت تلاقي في صعوبه اول شيء بس بعدين رح تفهمه كثير سهل، يعني ما في شيء، ضل تخبص فوق وتخبص تحت لتوصل اللي بدك اياه. مع بلا وينك تحفظه؟ هلا هو بنحفظ هون. حلو، شو بدك تعمل؟ شو بدك تسيبها لحالي؟ هلا في عندك بهون بتضيف اللون بنحفظه دائما، او في عندك بدك تحفظ هدول، تجيب الورقه تكتب الار والجي والبي، لما تفتح لون جديد بدك تدخل هدول الالوان ثلاثه، تاخذه باللون نفسه. هلا بالعاده بالفوتوشوب او برامج ثانيه يعني في كمان اللون تبع البرمجه تذكروه 16 نظام 16 فبيحطب لك اف اف 00 دي مثلا، هدول الارقام والاحرف، هون ما في هيك شيء بس على الارقام هي. كل برامج اللي فيها لون بس ما في هيك شيء. ايوه تحت صار شو؟
هاي شو بقى؟ هلا هي فيك كمان تعدل عليها كمان نظام. هلا هي مثلا هيك اخذ الهيو لحال، بس ما تفوتكم هالشغلات، الهيو واخذ الريد، يعني الريد الاحمر اخذ جرين لحال. هاي قنوات الالوان، الالوان كلها هون بالبرنامج معتمده على ثلاث شانلات، ثلاث قنوات، الاحمر والاخضر والازرق، الهيو والساتوريشن الاشباع والفاليو قيمه اللون اللي شتته من السواد للبياض هيك. فبدك تضل تعدل بهدول الثلاثه سوا حتى تحصل على اللون اللي بدك اياه. فضيفه هون مثلا، ضيفه ما بدك، بس انا ما احفظكم بهالهيو والشغلات هي كلها. يعني هي شغلات، هي شو بستفاد منها انا؟ مثلا لو اجيكم شو، حرجع على القديم، انا مثلا عامل لون مثلا اصفر، حلو، هي لون الشعر، بدك بس عليها بكبس زائد، شو راح يعمل لي؟ راح يعطيني لون بس بنفس اللون. يا سلام، بس عليه كبستين، انا بدي نفسه هذا اللون بس اغمق لون الشعر. فبجي لهون بلعب بالمثلا، ليك لاحظوا هذا هو الصفار انا منقي، بغمقه بنزل هي لتحت شوي، لاحظوا هون الفرق بين قبل وبين بعد. فهي بيكون الظل بيعطيك اللون، يعني هيك حلاوته انه تاخذ اللون الظل عن طريق هي الطريقه، عشان ما تقعد تروح هنيك وتدور على لون مشابه وتغمقه. هي بسرعه بس بتنزل الهيو لتحت شوي، خلصت القصه. ها ترجع هي شايف صار لون الظل تبعها. يعني مثلا جيت انا هلا مثلا هي لونتها الت كي، لونتها هيك، عفوا اختار هذا، لونتها هيك، بدي ارسم رح لون الظل تبعها، راح ارسم باللاين مثلا او بنفسه بولين، ارسم له ظل، اعمل له هيك، طبعا ظل خاطئ مش ليه، رسمته هيك، راح ارجع للدل اخذ لون الغامق تبعه ولون هون هيك. يعني خدعه الاخيره ما حنفوت فيها هلا هي. طيب اذا اخذنا الباليت واخذ ايه كمان بنفس باللون، بدي اورجيكم شغله ثانيه في عنا. اذا عرفنا هون الاسم تبعه، هون اللون، هذول القنوات ما بيهمك انت، بس بيهمك تلعب هون وبس. حاليا ما حيهمونا كثير هدول. في عند الالفا بتهمني كمان، الالفا شو هي؟ هي القناه الرابعه بعد الريد، بعد الاحمر والاخضر والازرق. في عندي الالفا اللي هي الشفافيه. فمره عملنا مع استاذ اياد واحد لابس كزلوك، فالكزلوك بيكون هون ازرق بس بشوف العين من وراه، مزبوط؟ عشان هيك لعبنا بالشفافيه، عملنا شفافيته هيك مثلا، فخفت شفافيه. شو يعني شفافيه؟ يعني مثلا انا لو عندي راح ارسم هلا تمام مربع هيك، لونته بهذا اللون، لونته هيك، بعد رسمت فوق منه مثلا دائرة ولونته مثلا بهذا اللون الأصفر. أنا عم باخذ Alt K. هلا شوفوا اللي صار معي، هلا رح أروح على الأزرق. الأزرق فعليا هو فوق الدائرة إجا معي. طبعا كيف بدي ارتبهم؟ لا انا بدي دائره فوق الزرقاء. يعني اذا متذكرين الدرس الاول اللي انتم ما شفتوا المقطع الفيديو على اساس كنترول الت فوق او تحت، طب ليش مو بس الت او كنترول؟ شو الفرق بيناتهم؟ يا سلام، تمام، حلو الحكي، رح ارفع واحده انا، رح انزل اكبس كنترول انزل السهم لورا، ما مشي الحال، رح اكبس كنترول الت. شو صار؟ هذا مشكلته اللابتوب، اذا بتكبس الت كنترول بيقلب كل اللي دقيقه بيعلق كمان. هلا انا كبست اكثر من مره، بس شيء عم بستنى علق. كم مره كبست انا؟ بس بكفي لهون، كفي شغال هذا ان شاء الله شغال. نحن بالكنترول قلنا، طيب ما ضبط معي بالاختصار، بس رح ارجع اضبطه من هون، من دروينج Arrange تنظيم Bring to Front. ما طلعت لفوق، ليش ما طلعت؟ ليش هيك تقاطعت هي؟ بتعرفوا شو؟ نحن كان لازم نرسمها بالقصر بعيدة هون، محمود قاطعت فهو لون بس بالنص، فرح ارجع ارسمها لحالها بقرني لحالها، ارجع لونها بعدين Alt V امسكها واجيبها لفوقه. طبعا هلا اذا بكبس هلا كنترول وبنزل خربت وراه، بس قبل شوي شو احنا تقاطعوا برسمنا تقاطعوا فتلون بس التقاطع طبعا. فهلا شو بعمل انا؟ اذا بجي لهون بلعب بالالفا اللي حكينا عنها، شوف شو بصير هون عندك بالدائره كمان، بتشوف بتورجيك شو في وراه هيك للصفر، خلص ما عاد في شيء، هو في لون بس شو صفر الالفا تبعه او المي تمام. هذا هو فيك مثلا، ليش رمادي مثلا اسود؟ تاخذ اسود وبتلعب بشفيته وبتظلل، بس وصار عندك فعليا انت هون شكل فوق وشكل بدك تدمجهم وكذا، لون فوق لون وهيك مش عويصه، فانت نفس اللون ترسم خط وهمي، بس عندك لونين، ما صار عندك لون فوق لون رد لون جنبه. يعني مثلا هي اللون مثلا هي هون،
قلنا حبل شوي رسمنا الدائره كان في لها هون ظل، فصار عندي هون لون وهون لون، رد الظل الثالث يعني الظل لون ثالث فوق هون. اما وقت انا كل واحد فصلتهم هون لون هون لون خلص فصلت، مشان ما اكثر ليارات او طبقات فوق بعض. دائما بواحد بنظف شغله قد ما فينه ينظف الشغل. رح ارجع 100%. في جريدينت رح احكي عنها بعدين مع التكستشر مشان ما يطول الدرس هذا. بقى هلا بس ادوات الاعدادات تبعات البينت كثير سهله وما بدها شيء بسيطه. البينت فيها بس بقص على كل شيء انه في له سهم، بقص عليه قص طويله بيعطيني تتمه الادوات تبعته. فهن موجودين فعليا هون، اكبس هون موجودين هون. هلا اول شيء نفس الشيء فيك انت تلون، مثلا رح ارجع اعمل ديليت للالوان اللي هون، الت في بقبس عليه ديليت، بقبس عليه ديليت، راح اللون. هاخذ لون ازرق. هون في عنا شو انا مختار، رح ارجع على الالت كي بينت، انا مختار الماركي ماركي. يعني اذا انا بعمل هيك بحدد الاثنين، اثنين تلونوا كل شيء بحدده بيتلون. بس اذا اخترت هلا الليسو فيني كمان اختار هي واختار هي اللي بدي اياها ولونه، فيني اختار بس هي لحالها ولونها. يعني عن طريق هي التلوين سريع، اذا عندي مثلا 100 شغله بدي اقعد لونها كبسه كبسه، لا بحددهم بلونهم كلهم اذا كله لون واحد بس بيلوتوا الخطوط. يعني هلا في عنا هي ما اطلعوا هي مثلا فيها البينت عكس البينت يعني لون، عكسها ان بينت يعني لا تلون. في عنا البينت انريبينتد يعني لون اللي مو ملون، وفي عندي ريبينت يعني اعد التلوين. راح البينت عرفناها، ان بينت رح نجي البينت مره ثانيه ونلون هدول. خلينا نلون هي لون مغير شمان هيك مثلا. في عندي هلا الان بينت عكسها، بينت عكسها ان بينت، بكبس روح بكبس روح، راح ارجع لونهم. في الاختصار هي الان بينت، راح ارجع للبينت بكبس بال بالدالوب النصاني. شايف شو عمل؟ ما كبس باليسار، كبس بالدالوب النصاني، راح اعمل ان بينت اختصار للان بينت. كان راح ارجع اذا عرفنا اللون. ايه عم بعمل كنترول زيد، عم بعمل تراجع، تراجع اللي هي هون تراجع عليك. احنا كم خطوه تراجع عندنا لك بخطوه، فيني ارجع كل هالخطوات. طبعا هي كيف فيني غيرها، فيني اعمل 100 خطوه ارجع حسب الذاكرات اللي عندك. كمان هي بالدرس تبع ورك سبيس بالايديت بالايديت بريفرنسز كمان هي اعطيتكم اياها، بدكم تشوفوا الدرس تعرفوا كيف فيني العب كم رقم بدي اعمل اندو تراجع واريدو تراجع عن التراجع. لكن احنا تراجعنا عن شو؟ ما هلا تراجعنا مرتين، فيني اعمل انت عكس التراجع بالعكس بيرجع بالعكس اللي هي اختصارها كنترول واي، كنترول زد تراجع كنترول واي. فتحنا القائمه بسرعه. عدم تراجع، تراجع عن التراجع يعني. هلا شفنا البينت ان بينت، في عندنا البينت ان بينتد. في عندي شيء انا هون ان بينتد حاليا؟ ما عندي كله ملون، فرح اكبس بالنص هون اعمل له ان بينتد. رح ارجع اختار هون رح اقول له بس بينت ان بينتد يعني لوني المو ملون، فرح اختار مثلا لون الاسود. رح حدد هلا انا شو اخذ الليسو، رح حدد هدول اثنين، شو رح يصير بس ام ايدي هلا؟ اذا بس مربع رح يتلون، ما تلون الثاني. طيب حلو، يعني هون قدامنا بس احنا مربع ودائره مشان المثال لك. بس بكره بس شوف في عندك مثلا انت شخصيه مثلا مثلا فرضنا انت لونت عضلات مثلا، يا سلام عضلات مثلا هيك بارزين لهم مثلا اعملهم ظل انت لحالهم، كل وحده يعمل لها ظل لحالها ظل ظل لحالها. لو انت السكين كله بقى العضلات تقعد تكبس وحده وحده، بتقدر تقول له بينت ان بينتد وبتعمل سيلكت لكل الايد مثلا او كل الجسم، كل شيء ملون بيلونه بسرعه. طيب الا الميزات كثيره، بس هي امتى بتلاحظها؟ وانت عم تجرب، انت عم تجرب. هلا في عندنا ريبينت. شو يعني ريبينت؟ اعاده تلوين. يعني مثلا رح ارجع اختار لون الاسود، رح اعمل هيك حدد هدول اثنين، شو رح يصير هلا؟ هلا وين دوار الاسود بس؟ لون الخط تبع المستضيف. بس الخط شو لونه رح يدور رح يصير؟ ليش اسود؟ لانه بس تطلعوا فوق، طلعوا فوق على المربعات الثلاثة، طلعوا فوق المربعات الثلاثة. في عندي لون احنا امن القفل مشان هيك تلونوا الوان مختلفة. فرح يضل فعليا لون زيتي رح يضل. بس لما تسطحنا ليش هيك؟ يعني شو مختارين احنا الاسود؟ يا الله طيف. طيب ماشي تسطحنا مو ماشي، شو المشكلة؟ لون مهم لون اللي ملون، الله اعلم شو المشكلة هون، بس ما عم يكون هون في مشكلة. هدول ثلاثة دائما بتصادفني. الله اعلم. المهم عرفنا شو يعني ريبينت. كمان هي إلها ميزة. ايوه. طيب هلا في عنا هدول، هي شو هي؟ البينت اند ريموف تكستشر. بس ناخذ تكستشر بنشوفها شو هي. ابلاي تو مالتي بلاي دروينز ناخذها بعدين، ابلاي كمان بعدين. هي حلوه كثير مهمه، ريسبكت بروتكتد كلر. عم بقول لك الكلر اللي انت عامله حمايه
هاي الكبسه بتخليه يحترم، ريسبكت، احترمه. شو يعني؟ راح نجي انا مثلا راح اغير هذا اللون، راح اعمله اسود، راح اعمله هذا اسود اللي هو خط الخطوط الخارجيه، هذا الخطوط الخارجيه. انا هلا عملت هيك ولونت، لون كل شيء مزبوط حتى الخطوط. انا مثلا انا بالعاده بدي لون مثلا الجلد تبع الشخصيه بس بدون الخط الخارجي تبعه، شو بعمل له؟ مثلا عملنا مثلا فرضنا هي البينت وعندي كتير في ايدين في تفاصيل وكذا، ما في بس كبسه الونها هيك مثلا، فبدي اجباري احدد الايد كلها عن طريق اللايسو وايم ايدي، الون الخطوط كمان هو باللون سكين، شو بدي اعمل بحالي؟ بيجي لهون بدي احمي اللون الاسود هذا، طبعا هذا هو ولا هذا؟ لا هذا ايه، بدي احميه، فبكبس عليه باليمين بعمل له هون بروتكت كلر، انه هذا بروتكت كلر، هذا محمي، قطع حواليه خط احمر هون، وهلا انفعل انا هون انفعل الخيار هون، فشو بعمل هلا انا مثلا؟ اخترت ازرق، اذا عملت هيك كان المفروض يلون كل شيء حددته بالازرق. انا مختار بينت هون، انا مختار هون بينت، راح ايم ايدي احترم اللون الازرق الاسود وما لونه، عمل تراجع، راح اعمل على الكبسه هي واعمل هيك تلون كل شيء ازرق، تمام؟ يعني بروتكت كلر هي الكبسه بتخليه يعني بتحترمه، فكل شيء خيار انت عامله ما بتاثر عليه. طيب في هون اخر ملاحظه صغيره كثير حلوه عن هي بروتكت كلر، كثير حلوه بنساويها. مثلا هي الدائره بدي ارسم لها ظل، انا لو فرض مثلا راح احملهم ديليت هدول Alt V، راح ارسم دائره خلي الخط تبعها شوي عريض مشان يوضح معنا لكم شو وين المشكله اللي رح نعملها، مثلا هيك راح لونها بهذا اللون Alt K لونتها، عفوا لا انا عم بلون لون عادي، ما حددت هيك شاي، بس هو محترم الاسود حاليا، فلا الاسود شو محمي وهذا مو محمي، في نعمل في اللي بدي اياه. انا شو راح اعمل هلا؟ راح اروح على البرش، في خيار بالبرش نحن ما تعلمناه اللي هو نفسه هذا هو ريسبكت بروتكتد كلر، هلا هون راح يحترم الاسود، فانا شو راح اعمل؟ راح اعمل باليت جديده من هذا اللون نفسه، راح اغيره مثلا غماق شوي بهالشكل تكون الظل، وراح انا هل مختار Alt V انا مزبوط، عفوا Alt B انا مختار برش، راح اروح كبر السكيل تبعه، السكيل تبعه كبير بالاصل خليه هيك مثلا، راح اجي لون هون كثير صغير. هلا اذا لون شو عم يساوي هلا هو؟ ما روح احترامه لانه انت حطيت احترام للبرش. لا شلون يعني؟ ما فهمت عليك. يعني استاذ ما احترم التلوين لانه انت هلك انا كابس على الاحترام ريسبكت كلر، يعني المفروض يحترم الاسود هو. شو راح؟ لا ما عرفت عليك. ايه تمام، بس لا كيف كنا نسويها هي؟ هون عفوا في نسيت كبسه ثانيه، هي كمان احنا ما تعلمنا ريبينت مزبوط، هو ما راح فعلا، بس هلا بورجيك شو قصدي شو كان بدي اوصل له. في ريبينت برش هي ما اخذناها، هي شو اعاده تلوين، فهلا شو حيساوي هو؟ كل شيء مرسوم بالبينت او بالبرش اللي هو نفس الشيء بيعطيك كاونتر بيعطيك محيط، هلا راح يعمل له اعاده تلوين، فهلا بس انا شو اعمل له؟ راح اقيمها هي واعمل هيك، فهو اعاد تلوين شو؟ اعاد تلوين اللي جوا مفهوم. فهو شو هي شو بيستخدموها هي الطريقه؟ بيستخدموها للتظليل. اذا عملت Alt A راح نحدده كلها ضمن الخط. هلا انا شو عملت انا؟ ما عملت انا لو عملت هيك مثلا راح ارجع لل Alt B، لو عملت هيك لونت، رد عملت هيك ولونت عملت Alt A بيطلع لك اشكال هيك، اما انا كله لون واحد ضلت عم بشخبر قمت ايدي على الفاره فهو بس اعطاني هي الخطوط هي. ايه البرش بتعطيك محيط فتعطيك نقاط كثيره، فطبعا هي مو طريقه للتظليل، اذا كان عندك الديجيتايزر ممكن لتظلل فيها هي الطريقه، بس يعني شو مثل ما انا عملت. ايه تمام، هو بس هي برش هي، يعني انا عم برسم برش هلا هيك انا هزمت ايدي بس رح اذا حكبس دي لحتى شاف ما لون، لانه انا سالت له ريبينت. هلا ريسبكت المفروض يحترم الاسود، بس ليش هون كانه هذا غير اسود؟ بس لشوف اذا عدل الاسود التحتاني هذا، عفوا غريبه، مفروض هذا
لو ما كان بروتكت كلر مثلا وعملت هيك عفوا باللون هذا ليش عم يرسم وراه ما بعرف، بعد لازم اكبس على هي انا لحتى ما يرسم فوق، فصار معي مشكله هون. المهم انتوا عرفتوا شو قصدي يعني. احترام. طيب حرجع بس شوف شو في شغلات ما اخذناها. طبعا هلا شو ما اخذنا هدول ما اخذناهم مشكله بعدين. هي عرفناهم هدول اربعه نفسهم موجودين هون، في هالستروك والكلوز جاب ناخذها بعدين، وفي هدول كثير بسيطين رح اعمل لكم اياهم على السريع. لما انا ارسم بالبنسل بالعاده مثلا رسمت هيك وعملت هيك مثلا هيك، رح ارجع اكبس دي لحتى اشوف الستروك واكبس زد وزوم. انا فكرته انه هو لزقهم بس هو فعلا ما لزقهم برا بدون ستروك بينما انه موصولين، لما شفت هيك لقيت مو موصول. فهلا اذا اخذت لون هذا مثلا والت كي ولونت ما بلون، بتطلع معك كثير بمشاكل هيك. بس احنا قبل شوي وتلوننا شوي رسمنا الشخصيه ضلت انا عملت تقاطعات عشان ما صادفني هالمشكله، بس الحين اخي ما بدي قاطع بدي ارسم هيك على راحتي. ما بتلون شو الحل؟ هذا هون الحل. عم اقول لك لما هون عملت نو كلوز جاب، ما في يعني لما ما يكون في فراغ، لما يكون في فراغ مو مسكر نو كلوز جاب يعني ولا واحد مسكر لا تلون، هي الحاله. بس لما اقول له انا لا كلوز سمول جاب يعني الفراغات الصغيره سكر لي اياها انت لحالك كلوز، هيك شاف عمل خط هون بالفراغ بين الفراغ، فعملت هيك لون. هلا شوف راح زوم، راح اقمك بالزد وزوم زوم 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 كمان. هلا شو انا عامل كلوز سمول جاب، راح الون كمان لون. ليك شفت الخط، شفت الخط طلع، راح كمان زوم اكثر عم يلون. بدي ارجع اعمل وحده اصغر شوي. طيب راح اخذ الكونتر اديتر وامسك هي شوي بعد النقطه هيك اكثر شوي. فهلا اذا زومت لاحظوا هذا الفراغ كبير يعتبر، فراح اخذ الت كي رد لون، انا اعمله سمول جاب ما بلون. اذا اخترت ميديوم جاب يعني الفراغ الاخير نص متوسط الحجم كمان ما قبل، رحت على اللارج ما قبل. طيب شو المشكله؟ لا مشكلته هون هلا يعني طبعا هو هذا خط فاضح، واحد ما حيكون يترك فراغ الأد، بس اخي انا بدي احلها. شلون بحلها؟ حلاوته انه هذا مرتبط مو بفراغ معين بهون بنسبه معينه هون، يعني مو بحجم معين هون، مرتبط حسب انت شو شايف بالشاشه. يعني هلا هذا مثلا اذا عملت هيك انا هذا يعتبر فراغ كبير مظبوط شايفه ليك انا من الشاشه عندي شي 3 سم، بس لما ارجع انا ارجع 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 شايفينه شو الفراغ؟ رح يمد دي صار شوي صغير، يعني كثير صغير فراغ. فهو بيحسب الحجم هذا عن طريق انت شو شايف عن طريق الزوم. فهلا اذا بعمل هيك رح يسكر، حتى مو بس هيك رح ارجع كمان على الميديوم وراح يسكر، رح اروح على سمول رح يسكر. فهو حسب الرؤيه انت شو شايف الرؤيه بلوين الدي 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 هي من الفيو او فيك من هون. اللي شاف الورك سبيس الدرس اللي شاف الدرس كمان بيعرف انه كل في قوائم فوق، في قوائم هون 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 وهون، وفي قوائم في شو اسمه باليمين رايت كليك. فهي اللي هون مثلا في عندك فيو شو ليكا دي شو ستروك، تورجيك الخطوط الوهميه. هذا اسمه سنتر فيكتور لاين، يعني خط منحني بالوسط، لو كان برش بشوف فرجيك المحيط وهكذا. ان شاء الله بكفي لهون الدرس، بقى التكستشر بحكي لكم عنه بالدرس الثاني. وبنلونها للشخصيه ما حلونها هلا، وبنظلها هيك بنعتني فيها شوي. والصلاه على سيدنا محمد.